باش نجيك تو باش خلي زاد الفنيين يحكيوا على الامور الفنيه في القائمه هذه، لكن قبل هذيك نحب قراءه صحفيه كصحفي، كيفاش قريت القائمه هذه فاهم؟ والله بديع قائمه الحقيقه، مع احتراماتي لسي جلال بحذانا ونقدروا برشا كل شيء، والمدرب ربي يستر هذه بديتها مع احتراماتي ربي يستر يقدر نعرف ويقدروا نسميها قائمه لي تصلل قائمه نتاع اخر لحظه، ممكن هو بعد يوضح كل شيء. انا نقول القائمه هذه انه الاطار الفني نتاع المنتخب الوطني عنده كومبيتيسيون، عمل قائمه كي تشوف انت 35 البري سيليكسيوني معناها تلقى مثلا دحمان، تلقى علي غرا، تلقى عيسى العيدوني، تلقى وهبي الخزري، هذوما سيبوزي نورمالمون باش يكونوا موجودين. وقت اللي انت تعرف ديجا دحمان وعلي غرا بطبيعتهم عندهم انجاجمون مع سي اس اس في كوب داكاف، دونك علاش تحط فيهم من اصله معناها ديجا تنحاو، وفماش توضيح لجمهور سي اس اس على غياب لاعبين سي اس اس. تحط لي عيسى العيدوني لازم يلعبوا على الاقل ماتش لالي وروتوري، هذاك النجم يقول لك انا 23 زدت نقص لي منهم به، يقول لك عندي تحط لي عيسى العيدوني وتحط لي فخري وهبي الخزري توا بالحق باش يمشي، ومش ماشي معناها ما غير ما تحطهم، ربما يكون تحط مثلا انت موتيفي تجيب جوار اخر تحط له الاسم نتاعو على الاقل، حتى كي يروحوا بري سيليكسيوني على الاقل الموتيفاسيون اللي هو يقول لك بلاش نخلط على 23 به. نمشي لك الحراس المرمى معناها هما بيدهم ما يتبدلوش، معناها ما فهمتش تقعد كونستانت، معناها معز فاروق وبشير بن سعيد وساسوفوا لي فاروق باش يكون هو البريمير غارديان، واضحه الحكايه في نفس التوجه نتاع الاطار الفني. نمشي للدفاع اليوم نلقى روحي انا عندي بلال العيفه بون يقول لك بيرفورمانس، عبد النور بيرفورمانس، مريح معلول ما فماش حاجه نجم نحكيو عليها، بس الاثنين كونوا منتصر الطالبي باش يكون مش ديسبونيبل في البريمير تور، وقت اللي هما ماتشات بريمير تور مهمين برشا. نجيك الاهم نقطه اللي احنا تقريبا المنتخب يلعب خطه 4 3 3 معناها حشتو بيفويت، اليوم عندي اربع بيفويت اكاهو، عندي بن رمضان شعليلي فرجاني وانيس بن سليمان، وانيس بن سليمان مش ديسبونيبل في البريمير تور، معناها نقعد نتساءل وقت اللي انا في الكان الاخرانيه 2019 هزيت خمسه معايا، هزيت مارك كلمتي، هزيت العوادي صخيري وغيلان وفرجاني، يعني هنا يطرح سؤال، وعندك جوار يلعب في نفس البوست حنا بعل وسعد وفي راس بالعربي وزي معناها وشيخاوي اللي نجم يكون بوليفالون. حاجه اخرى الاندماج، اليوم انت اليوم هزيتهم اللاعبين هذوما الكل سي جلال والاطار الفني ما شفتهمش، يا اخي انت تو تعرف عبد النور كيفاش ينجم يكون ينجح في المنتخب، ولا شيخاوي ولا يوسف المساكي نجم يتفاهم، معناها انا في رايي ربما كما صار في الجزائر حضروا المنتخب اللي لاهي بيه بوقره قاعدين يتبعوا ينسقوا مع جمال بالماضي وحضروا الفريق واللي في ظلم الفريق الاول كمل خلط عليه وعملوا القائمه النهائيه. انا في اعتقادي ربما يكون معناها هذا كانت الرؤيه نتاعي، ونحن نعرفوا كاس العرب عاد مش تحضر من قبل، راهم هذوما الناس عيطنا لهم من قبل، نشوفهم كيفاش يعيشوا، نشوفهم في وسط الجروب في وسط المجموعه، وبعد نجم هو الاطار الفني سويفون الاختيارات الفنيه، ولا خاطر حمدي الحربيه علاش ما رجعش من المنتخب وما يتفاهمش مع الملاعبيه، يعني انت كيفاش باش تضمن انت شيخاوي لعبد النور ولا مساكن ولا بلال العيفه باش تعرف اسكو مستواهم في النادي الافريقي هو مستوى في المنتخب الوطني. الحقيقه نقول انه ماشيين اوك عملنا قائمه 23 وربي معاه وربي معاه والمنتخب والنبي وكاش يقولوا فيها اوك، انا ماك احتراماتي يحب له ساعة يكمل بها، لا هي يجب يحب له ساعة باش يجي بها ملخص.